ومن أبرز هذه القيم التي تهدف إلى إعداد المواطن وتعزيز المواطنة الصالحة لديه في ضوء رؤية 2030، أول هذه القيم هي العدالة. فنصت رؤية 2030 على المساواة في التعامل مع أفراد المجتمع، كما نصت على الإنصاف في الحكم على الآخرين، وكذلك في التعبير عن آرائنا، حيث جاء فيها نهتم بالمساواة والإنصاف وتجنب الانحياز. ثانيا، النزاهة والأمانة. فقد نصت الرؤية 2030 أن نراعي ونصون المسؤولية المنوطة بنا، ويتضح من ذلك أن الأمانة والنزاهة من أهم قيم المواطنة. ثالثا، المسؤولية. جاء في رؤية 2030 أن نتحمل المسؤولية في أعمالنا ومجتمعاتنا، وإن التربية على المسؤولية والرقابة الذاتية من المتطلبات القيمة المهمة لإعداد المواطن، لأنه في حالة غياب الشعور بالمسؤولية قد تزداد الجرائم وتهدد أمن المجتمع واستقراره، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل التكاتف في هذا الوطن ساهم الجميع في بناء وطن عظيم، وكنا ولا نزال مثالا رائعا في تحمل المسؤولية الملقاة على عواتقنا حتى نتمكن من تحقيق إنجازات مميزة لوطننا ولمجتمعنا ولأسرنا ولأنفسنا، كما يسرت الدولة للمواطن كل السبل والوسائل التي تعينه على القيام بمسؤولياته على أكمل وجه. فقد نصت الرؤية على أنه لكي يتمكن المواطن من أداء مسؤولياته ستعمل على توفير البيئة الملائمة له في شتى المجالات. هناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا واتجاه أنفسنا، لذلك في الوطن الذي ننشده أن نعمل باستمرار من أجل تحقيق عملنا وتطلعاتنا، ونسعى إلى تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إلا بتحمل كل منا مسؤولياته من مواطنين وقطاع أعمال وقطاع غير ربحي. من هذه المسؤوليات الاحترام المتبادل. جاء في رؤية 2030 الاهتمام بالقيم الإنسانية وتقدير الآخرين، ومن المسؤوليات للمواطن التي وردت في الدراسات المختصة بالمواطنة ضرورة معاملة الآخرين باحترام بصرف النظر عن الجنس أو الدخل أو الإعاقة، كما اهتمت المواطنة بتعزيز اتجاهات وقيم الاحترام الذاتي والالتزام بالتواصل الإيجابي مع الآخرين. أيضا من المسؤوليات الاعتزاز بالهوية الوطنية، وجاء ذلك في رؤية 2030 أننا نفتخر بتراثنا الثقافي والتاريخ السعودي والعربي والإسلامي، وندرك أهمية المحافظة عليه لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم العربية والإسلامية الأصلية. لقد رسمت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أهدافها لتحقق للمواطن السعودي مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر ووطن طموح، لذا فإنه على الجميع أن يسهم في رفع عجلة التنمية من أجل تحقيق الرؤية الطموحة، وهذا يترتب عليه تحقيق فعلي لمفهوم المواطنة وما يترتب عليه من التزامات من أجل تذليل الصعوبات والمشاركة في صنع النجاح.